إذا التست الثاني رح نعمله رح نشغل المحرك نو لود، يعني ما رح نحط عليه أي ميكانيكال لود من برا، خلص هو بيشتغل. إيش الميكانيكال اللي عم بتغلب عليه؟ شو الميكانيكال اللوسز اللي عم بتغلب عليهم بالحالة هاي؟ فريكشن ويندج وفي شوية كور لوسز، رح يكون في كور لوسز وفريكشن ويندج، فيش كونفرتد. هلا رح نشوف ليش الكونفرتد باور قليلة. طيب أسألكم سؤال، لما المحرك يكون شغال بدون لود إيش تتوقع سرعته تقريبا؟ سرعة الروتر رح تكون عالي مش هيك؟ هل بتوصل بالضبط نفس الروتيتنج ماجنتيك فلوكس؟ لا بس قريبه جدا منها، مظبوط؟ مش منطق انها تكون قريبه جدا منها. وزي ما عمل هيثم سلمان قال انه لما بنحط لود شو بيصير بالسرعه؟ بتقل شوي، بس عاده اذا فيش اي لود، عندي لود خفيف جدا، راح تكون سرعتها تقريبا مساويه لسرعه، اذا السليب راح يكون صغير جدا. خلينا نفترض انه السليب كان رقم صغير جدا، واحد بالالف، يعني اذا كانت سرعه الماجنتيك فلوكس روتيتنج ماجنتيك فلوكس ان سينك تساوي 1500 ار بي ام، قديش راح تكون سرعه الروتر في الحاله هاي؟ ماشي، متذكرين هذا اللي هون هي 1 ماينس اس مضروبه في هذا الرقم، مضبوط؟ اذا سرعه الروتر قديش راح تكون؟ 1 ماينس 0.001 مضروب في 1500. احسبوا لي هذا الرقم شو بيطلع معنا؟ واحد اللي هو واحد بالألف، مش هيك؟ قديش واحد بالألف من 1500؟ واحد ونص، مضبوط؟ فالمفروض تطلع معنا هذه 1498 ونص. شايفين قديش قريبين على بعض؟ ليش قريبين على بعض؟ أنا مش حاطط له. وعلى فكرة نظريا لو فيش فريكشن ويندج، لو فيش أي فريكشن، قديش لازم تكون السرعة؟ مساوي. أنا بديش أنا تورك، بس انا بدي تورك بسيط جدا. شو التورك البسيط جدا اللي بدي اياه؟ بس اتغلب على الفريكشن ويندج. ثمن قديش دفعت سليب؟ مقداره 0.001، هاي ريشو. والسليب بالار بي ام قديش قيمته كار بي ام؟ 1.5، 1.5 ار بي ام، بس قيمته كريشو 1 بالألف. اوكي، ماشي واضح؟ طيب طلعوا لي على هاي القيمه، قديش تقريبا بتصير هاي القيمه بالنسبه لهاي القيمه الان؟ شايفين القيمتين هذول؟ نذكر حالنا، هاي شو بتمثل الار 2؟ اي لوسز؟ كونفرت؟ لا، هاي كونفرتد، هاي شو بتمثل؟ روتر كوبر لوسز. اسم هاي بتمثل، راح احطهم بين قوسين روتر كوبر لوسز، مضبوط؟ وهون اذا مش عندي اي 2، بتتذكروا اذا مش عندي اي 2 بكون اللوسز 3 اي 2 سكوير في ار 2. طيب هاي شو بتمثل؟ البي كونفرتد، مضبوط؟ واحد ماينس اس على اس، لما تكون اس صغيره جدا شو بصير هذا الرقم؟ قديش؟ كبير جدا، مضبوط؟ تقريبا 1000، بيطلع 999. احسب هلا 1 ماينس اس على اس، لما اس بتساوي 0.001 بيطلع 999. اذا قديش النسبه بين هاي المقاومه لهاي المقاومه؟ هاي 999 مره بين هاي القيمه، مضبوط؟ واضح ليش؟ اذا هاي اكبر بكثير من هاي، بقدر احمل هذه من هون واركز على هاي القيمة اللي موجودة هون، ماشي واضحة هاي النقطة؟ نعم. طيب شوف، احنا مش قلنا انه سليب صغير جدا، مظبوط؟ إذا سليب صغير جدا، خلينا نقارن قيمة هاي المقاومة بهاي المقاومة، مش هدول المقاومتين؟ واحدة شو بتمثل؟ الروتر كوبر لوسز، والثانية بتمثل الباور كونفرتر. إذا حطيت 1 ماينس اس على اس وعوضت قيمة اس 0.001، شو بتصير عندي؟ هي احسبها من هون، بصير عندك 1 ماينس 0.001 هاي تقريبا 1، مش هيك؟ تقريبا. بس عايش عم بقسمها على اس، مضبوط؟ اس قديش هون لهون؟ 0.001، 1 ماينس 0.001 شو بتصير؟ بتصير 0.999، مش هيك؟ 0.99 على 0.001، مش هاي بتساوي 999 على 1؟ مضبوط؟ اذا الباور converted اكبر بكثير من الروتر كوبر لوسز. اذا شو بنقدر نعمل؟ اجنور روتر كوبر لوسز، بنركز على الباور كونفرتد. بس الباور كونفرتد ليش عم تتحول الباور بار في الحاله هاي؟ انا مش حاطط لود عليها، ليش رح تتحول هاي الباور كونفرتد؟ لا، قبل الحراره. ايش في عندي؟ ايش في عندي كمان؟ فريكشنال ويندج، مش احنا فريكشنال ويندج؟ يعني هاي الفريكشن الباور كونفرتد، انا مش حاطط لود اضافي، مظبوط؟
اللود الوحيد اللي عليها شو هو؟ اذا باور كونفرتد بالحاله هاي راح تروح فريكشن اند ويندج بالحاله. مظبوط؟ واضح هاي؟ معظم كل الباور اللي كونفرتد هون تحولت لفريكشن اند ويندج. اذا خلينا نطلع على الحاله هاي الوضع هذا هون. انا عمالي بدخل عندي باور، انا حسبت الباور اللي عم بتضيع هون. الباور اللي عم بتضيع هون لايش راح تتحول؟ احنا قلنا الباور ان شو بتساوي؟ او الباور نو لود. الباور نو لود اول شيء بروح عندي ستيتر كوبر لوسز، مظبوط؟ بي ستيتر كوبر لوسز زائد بعدين عندي الكور لوسز، مظبوط؟ بي كور زائد احنا على فكره اهملنا الروتر كوبر لوسز، اعتبرنا هاي اصغر بكثير من هاي، مظبوط؟ اعتبرنا هاي اصغر بكثير من هاي، فراح يضل عندي بي فريكشن اند ويندج واي شيء ستريت، مظبوط؟ هل ستيتر كوبر لوسز انا بقدر احسبها بحاله النو لود تيست؟ تفكروا مظبوط فيها. ايش ستيتر كوبر لوسز بتساوي؟ ايش سبب ستيتر كوبر لوسز؟ تيار وين؟ طب انا عم بقيسه التيار هذا اللي في البرايمري، مش بقدر اقيسه بالنو لود؟ اذا قدرت اقيسه، ايش كمان؟ على ايش بعتمد؟ على ايش؟ شو بتساوي ستيت اوف كوبر لوسز؟ التيار والقوم تبع ليش؟ دي ار 1. اذا هاي شو بتساوي؟ 3 اي 1 تربيع ايش؟ دي ار 1. اذا بقدر احسبها مش هيك؟ مش بقدر اقيسها؟ مش انا بقدر اقيس اي 1؟ بقدر وعارف انا ار 1؟ من وين عارف ار 1؟ طلعنا من هون. اذا انا بقدر احسب بي ستيت اوف كوبر لوسز. اذا صار عندي هلا بي كور زائد بي فريكشن اند ويندج بتساوي بي نو لود. طب نو لود انا عارفها الباور نو لود؟ لا لسه هي انا عملت التست. عملت لما بعمل النو لود تيست هيو انا عم بقيس الفولتج والكرنت والباور. اذا انا عارف الباور، يعني لما عملت النو لود تيست طلعت النو لود الباور نو لود ماينس ايش؟ ستيتر كوبر لوسز، مظبوط؟ بس ستيتر كوبر لوسز شو بتساوي؟ اذا من النو لود تيست احد الاشياء اللي بقدر اطلعها من النو لود تيست ايش بطلع؟ الفريكشن اند ويندج والكور لوسز، هدول تقريبا بضلهم كونستنت. معلش دمجناهم مش قادرين نفصلهم، صح كلامك صح ممتاز. بس انا مش قادر افصل، ما اقدر افصل، فبدمجهم كلهم مع بعض، بنسميهم هدول الكتاب بسميهم بي روتيشن، يعني هو المحرك بلف اذا ما فيش عليه لود هاي هي اللوسز اللي بخسرها اللي هي الكور لوسز والفريكشنال ويندج. اللي هي كيف بحسبها؟ بس اعمل الاوبن النو لود تيست، لما بعمل النو لود تيست بقيس الكرنتس الثلاثه وباخذ الافرج تبعهم، بقيس الفولتج بقيس الباور. الباور وين بتيجي عندي هون؟ هي بي نو لود اللي بعوضها وين؟ هون. اي 1 انا عارفه قسته هي باخذ الافرج تبع الايز وار 1 انا قسته من وين؟ من ستيتر تيست. صار عندي هذا معروف، وصار عندي الروتيشنال لوسز عرفتهم هذول اللي هم وحدتهم ايش راح تكون؟ واتس. مش هيك مظبوط؟